انطلاقا من سعي الأمانة إلى تشجيع المبدعين وتحفيز المهتمين من ذوي الاختصاص للمشاركة في العملية التنموية والتطويرية وتنفيذ أفكارهم على أرض الواقع ضمن استراتيجيات الأمانة للاهتمام بالعناصر التجميلية ونماء القطاع الخدمي في طرقات الحاضرة والميادين، أطلقت مسابقة تجميل الميادين تعزيزا للشراكة المجتمعية فيما بين الأمانة وأفراد المجتمع والقطاع الخاص. تلقت أمانة الأحساء متمثلة في إدارة الشراكة والمسؤولية الاجتماعية أكثر من 60 فكرة لمسابقة تجميل الميادين من خلال أفراد ومؤسسات المجتمع، وسوف يتم تقييم هذه الأعمال من خلال اللجنة المشرفة على هذه الأعمال خلال الأسبوع القادم، وسوف يتم طرح العشر الأوائل لهذه المسابقة من خلال التصويت للمجتمع فيها، 30% تصويتا و 70% تقييم هذه الأعمال من قبل اللجنة المنظمة. تبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية للمراكز الثلاثة الأولى 15,000 ريال، فيما تواصل الأمانة جهودها في تعزيز شراكاتها ومبادراتها الداعمة لمشاركة القطاع الخاص في خدمة المجتمع والإسهام في دفع عجلة التنمية والتطوير في الحاضرة، تجسيدا لأهداف تحقيق رؤية المملكة 2030 في ظل التعاون البناء بين القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني في الخدمة المجتمعية. محمد المحيسن، الإخبارية، الأحساء.